السلام عليكم، مرحبا بكم قناة أم مروان. مرحبا بكم معايا المفعل الفيزياء. كما قلت لكم أنا سافرت، يعني أنا وصلت أنا في المحطة ديال مدريد، كنستنى أختي باش تجي عندي. أنا دابا في المحطة كنسحنا، وصلت بلي معطلة. من بعد ما وصلت بلي معطلة مع ديك ستة الصباح لا غدا، دابا خرجنا من برا كيما كتشوفو معايا، خرجنا لواحد البارك في برا ندورو شي حاجة. هادي هي مدريد، نصور معكم واحد باركي فيه واحد الطبيعة مزيونة بزاف. أنا ما كنتش قلتلكم شنو بلاصة غنسافر فيها، لأن ما كنتش عارفة فين غنمشي، واش مدريد ولا فالنسيا. دابا أنا سبقت من مدريد ولا مشيت لفالنسيا، نسجل معكم فيديوهات الفيديوهات اللي جايين. إلا خرجت زيد خرجت غنزيد نصور معكم هنا إن شاء الله، وإلا سافرت من فالنسيا نصور معكم تا فيديوهات أخرين. سبعو معايا الفيديوهات إن شاء الله. خرجنا واحد البارك هنايا كبير بزاف، يعني صوتها واحد شوية فيه، درنا شي دويرة. هاد الشجر اللي كتشوفوهم فيه مع الزهر، هادم كلهم شجر ديال البرقوق، غرسين فروتة فيها. هذا كل الشجر ديال البرقوق اللي كتشوفوا فيه من الزهر. تبارك الله عمر بزهر. هذا البقول، البقول حرين هادو هنايا نبتين، تادو ولا صغارين كاملين، البقول حرين عامر بالبقول حرين. هاد البرك اللي قدتهم من هنا غرسين فيه، عاملين فيه غرسة داخل الزهر، مكنتش كنقدر نصور مزيان. هادو شجر الفلوطة اللي شتيهم فيهم الزهر، كل فروتة شنو معلقين فيها ديش فروتة النوع ديالها. عملي في واحد الغرسة كبيرة بزاف، فيها بزاف د الحاجات، وكل واحدة عاملين فيها الورقة ديالها شنو السمية ديالها. مزربين عندهم الغرس من على برا، ما كيبانش الشمس مزيان داخل. هذا الفول، فول غرسين يعني الخر وكبارين فيهم الزهر. هذا الكرومب، بزاف د الأنواع د الخضرة. هاهما الفول الخرب كتلون، كنت كنحاول أنا نقرب الكاميرا باش تشوفو من داخل، بحق مجربينها. هاد المنظر فيها مزيون بزاف من داخل. هادي جلبانة، جلبانة كبيرة يعني بقات كطيب ديبس، يتشوكا عندي بزاف د الأنواع د الخضرة، يتشوكا الكروم بزاف د النوع د الخضرة. كيفاش هاد الشي مزيان واضح، لأن داخل الشبكة معاك الشميشة. هادي عندهم الفريسة، هادي فريسة بقات تتوا،
هذه اللي تشوفها تاهي التوصل عندما عمري معلقة في الحيط ما عرفش شنو فيهم حنا دورنا من الجهة منين نزيد نصوبها من جهة أخرى هذي عندي من الخرشيفة هذي الشجرة تاهي هاد الفروتة البرقوق هي معلقة فيها هاد التصويرة ديالها كديها الريح حاولت أني نقرب لكم يعني كل شجرة فروتة عندي معلقة فيها دي شني مش من نوع فرق العمر بالزهر هاد المنظر داخل مزيون هادي كل الخرشيفة من بسمع الطرف غرس داخل التومة غرس بزاف كشكل مزيان هادي حتى هي الفروتة كاينة عندها السمية ديال البرقة ولكن مكتبانش مزيان هذه تايد البرقوق هي عندها لبن مصور هذه بقوم فيها شي الزهر هذه سيريسا هذه تاهي ما عارفش شنو ديش ني الفروتا ما عندها شي ورق ديالها معلقه فيها كتبان شي هذه سيريسا يعني حب الملو كيبان هاد التصويره حب الملو الشجره ديالها تاهي بقوم فيها شي الزهر هذاك الشيء كانوا كيزبروه عندهم تما ديك كراتن هنا منهم كيبانو وصافي غنمشيو نشوفو واحد الخاص ثاني هنا كبات هاد نفس الباركين الما عندي من داخل بحال الشكل ديال البيسين كبيرة هاد المنظر فيه مزيون بزاف هادي هي مدريد اللي قلتكم غنمشيو ليها صافا ان شاء الله يا ربي دابا صورت معكم هذا الفيديو هذا الفيديو اللي جاي ان شاء الله يا ربي كما قلت لكم الى خرج غنزيد نصور معكم في واحد المنظر مزيون جد كبيرة هاد البركة ديالنا حنا درنا نعرف الجم ديالي يعني هو كبير بزاف يجي يتسرح كامل يعني خاص وقت طويل حاولت أني نعلق لقطات نصور ليكم باش ميجيش الفيديو طول بزاف أنا وليت من الجهة الأخرى قريبا هاد البلاصة المكبيرة عندو واحد الشرطر أخر طويل كيما كيبان عابين الشجر
هذا الربيع اللي كيما نكون مختار كل البقول بقولة حرة، كاين اللي كيسميها خبيزة، كاين يسميها بقولة، حنا كنسميوها البقول. كل ما هادم حرين يعني عامرة، ولكن مش من قي اللي أنا بفركي. درنا واحد المسافة قصيرة، درنا بديك البركة ديالنا، خرجنا بحالنا. هذا الترن جايز السلعة، عندي من جايز كيف السلعة. هذا الترن السريع يعني اللي كيهز الناس درق عليه. الترن ديال السلعة مازال باقي متسالة، باقي جايز. طول بزاف، وهذا الدخل ديالو باقي موصل. إذا قلت لك تيكو هزو فيها السلعة صافي مشى. هنايا لقينا القنياس كيغلو في هاد الباركي، كنحاول أني نقرب منكم، كيشوفوني كانو كيتخبعو في الغيرة ديالو. نقدر تلاحظوا عيبان لكم، كاين وليداتهم صغيرين مخبيين تما تاهما. ونتمنى على بالي يكون نال الاعجاب ديالكم، ويكون خفيف على قلبكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وضغط على جرس باش يوصلكم كل جديد ديالي، وتبعوني في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. وكنشكركم بزاف، وشكرا. كما كتشوفوا كنلاحظوا القنيات هما كيبانوا.